الجزائر لن تعترف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل حتى على 1000 سنة أو 2000 سنة، لأننا أيها الإخوة أمام منعرج تاريخي خطير. إذا كان سلمنا بهذا الواقع معناه أننا قبلنا أن تضرب المقدسات بتاعنا، وأن لك الرباط المقدس ما يربطنا أو الشيء اللي ربطنا على مدة 14 قرن معناها نكسر نكسر هذا الرباط التاريخي، هذا الرباط. الذين يقولون بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، نقول نحن هنا وليسجلوا هذا وليسجل التاريخ علينا بأن القدس بعون الله لن تكن عاصمة أبدية لإسرائيل.